مالا ايتما شبانين پارشيوه ده اي شفده در كرنا زكاته دانا زكاته او سرفتره جنها و شونده لسر مسلمانان هون دزانن كو بطايبه جي زكات فارزه دوه هر مسلمانك زكاته بده كينه ين دوهد بدن او لسر كي فارزه زكات بكي بداين اواجه همو لغورا شرع لسر سرفتره جيامي راوستن پرسين جدا لگل دكتور جميل سرچي مامسا زانكوي ميواني ميا ايشف ده پاشيوا ايشف دا زيده تر امي زانياريان ور بگرن بزانن لغورا شرع بچو اوائي اف مجارة دناوا اسلامي دا بحث لسر هاتيه کرن دكتور بخير بي بخير بي دكتور سلام حكمت جاوه فرس کرنه يا زكاتي چيا اگر ام شوي دست بيبكين دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشي زكاة لدقكاني قرآني فيروز وفرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور بكارها توا وشي زكاة خوي لمعناي النماء والطهارة والزيادة لزماني عربي بو معنى هذا يعني قشو نما كردن زياد كردن باكو خاويني عرب داري زكى الزرع يزكو إذا نما وزاد يعني أجر دغلودان زياد بكا قشو نما بكا بيدرين زكاة زكاة إيش لو ورجي دا ولا بروي زكاة خوي باك نوي ناخو دلو درونة لأنانية شنك مروف بفترتي خوي خوشويستي هي لبو مال وسروة سامان بتايبتي أو مال وسروة سامان كخوي بجهدي خوي بماندوبوني خوي كوي دكاتو وفيداي دكا بلام كاتك لبيناو خلشي تر خواي تعالى پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمان دكان كبي بخشن رجي شي دياري كراو اما پاك بونوي ناخو درو درونا وحس كردنا بسعادتو بختوري كاتك دست يارمتي لبو خلشي تر درج دكا هلا سر اوا خواي تعالى كبه پیغمبر ده فرمو صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لمالي مسلمانان وربقر صدقاء بمعنى زكاة يكيك لركن كان إسلام لبو أوي باكو خاوينيان بكي وتسكيان بكي ناخو درو درونيان بيجيني بو مستوائيك لأسلي مروفون دابن سنك خواي تعالى كاتيك لسرزاري أو كسانيك باسي دولة من ديش خراب من لبودك كقارون لزمان حضرة موسى كسي شي اناني بو او استيتي بارك هل بو خوي بي خرك مسلمانه كي دورو بر بيان غوتي و احسن كما احسن الله اليك توش ساكه و احسان بكره قالك خلق شلون خوا ساكه اذا قلتو كدي او مال وسر و سماني بي بخشي بي لبر وكاتك ليك لا اعرابي لا اعرابيك ده فرسن كاتك مي قال مري شي لا بي درين ما هيشيا ولا مي شي زول زوند داتا و ده فرمي هو لله في يدي اما هي خوايا بلام لدستي منه كواتم مروف دبي واتي بقى او مالو سروت ساماني كلا دستي خويتي بابا جهدي خوش پيداي كدبي بلام هي خوايا ودبي با شرعي خوالا قلي بزولي تو اگر خوا داوالي لك زكاة ببخشي بلي. دكتور زميل خلقك ما دبيني مثلا رنگ رخنان هبي بلين اما كسيك خوي هلاك كردوا شو روجي لسريك داناوا عرقي رشتوا تاوكو بشكل سروت ساماني بخوي كو كردو توا كتي رنگ بلين اما وقت زريبه يك بزور لخلق دستين دري اما تن راستا زكاة زريبه يا يعني شتي ديكه طبعا زكاة فرق زيوازي زوري هي لغر زريبه وبات حكومة ودولة لهاولات يكان ولي دقري سون كزكاة وكو ركنك لأركان كان الإسلام زاري فرس كراوة دواتر زكاة كسكة بعرزو من دانا زكاة دادا بزوري واي كإستا بيت المال نيو دولتنيا زريبة طبعا محاسبة لسرة وخلقه كقر لزغوطات لسر نبي زريبة نابخشي وزكاة وكو پیغمبر دفرمي والصدقة برهان دائما او كسي زكاة دبخشي برهان وبلغي اوه كسي چي ايمان دارا لبروي كسي كخوي دزاني سروة سامانا كي چندا وحسابك للاي خويتي او بري كدياري كراوا او ديهيني وديبخشيتن فاشن زكاة تشريع كراوا للاين خواهو پیغمبر سندها آيات معنى يكا وأقيم الصلاة وآتو الزكاة وزكاة نيتي فيه فيوستا او كسي كزكاة دادا بنيتي وابي بنيت زكاة كدادا مزلي فاشن زكاة دادريتا كساني چي دياري كراو يعني تنها كو كرنوانية زور زر مالو سروت سامان كودا كريتوا
بلام لإسلام دا تونيتي دا بشكردن عدالت داد فروري حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتك يكك دي داوي زكاتي دي دكا دا فرمي إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك فرمي إخوائي تعالى حتى بحكم پیغمبر وغير پیغمبر إشرازين أبو لمسألة صدقات وزكاة خوي توزيعي كرت كآياتي جمار الشيس لسورة التوبة دا فرمي إنما الصدقات للفقراء والمساكين تاكوتاي أو هج بشانة ما نبو دياري دكا لبرو الزكاة ددريتا أو هج بشانة نادريتا غيري أو هج بشانة كواتا زريبا لحالتي بيويست أجر واردات نبي دولة حازتي جزور بيويستي هبي وكا لوانه لدولتك حتى دولتك فرق زيوازي هبي لظرف زمانك بزور وردجيري كم دكريتو وزياد دكري بجوري حازت اما زكاه فرضك تقدير كرايه پیغمبر عليه الصلاه والسلام مقدار كان دياري كرديت سنده ويك كلا ركن كان اسلام لبره والزريبه وشتيتر شنو زيغا زكاه ما قلناه اجر اگر ام بشينا نوف فون هور كوريان دكتور زكاه بكي بيدين او اياتون هاتا او ما جبكر دوي ام زكاه بدينك او مقدار جي چنده بله خوي زكاه پیغمبر عليه الصلاه والسلام كمعاذ كوري زبل دنيري لبو يمن بيد فرمو پیغمبري كه خوي تعالى صدقه وزكاه لسر فرس كدينه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم لا دوله من دكان مسلمانان ورد جيره ددريته فقير كان يعني حتى كذا فرمو فقير كان يعني فقير كان او منطقه او شينا او هريما لبو او هريما خوي استفاده دي بك كزياد بو او زندني دريت شاري شتر اصل وايه لو شنو زيغاي كمعركه ليا فقير هجار كان او شنو زيغا كتاويان لي ودي بينن او دوله مندانا او كان ميد بينن او دغلو داني دبينن او مرو ثروه سامانا دبينن يعني تماحي كانت اذا خوي يك الفلسفه كان زكاه شويه او فرق زياوازي كهي لبين سينا كان كم بكريتو فقير هجار محبته خوشويستي او كذا دروز دبيله لا كاتك دولة من دكان دستيار متيلة بودريج دكان مالي زكاة صدقة في دبخشن إنزا صدقة وزكاة كخواي تعالى فرضي كدية من نتي تيدان عبي لبروي وكو فرضيك وكو واجبك أو كسا ديداد بفقير وهجارك إنزا وكو باس من كد هش سنف دياري كراوا كده فرمي إنما الصدقات حرف إنما بكاديني إنما لبو حصرة إن لبو إثباته معناه هر تنها دريت أو هشتانا ما كشنف يعني نادرت غير أو هشتانا تنها أو هشت سينانا استفادة وسود كرك لا زكاة وردقرن إنما الصدقات للفقراء فقير هجار والمساكين خوي مسكين وفقير فرق زيوازي بيكراوا فقير أويا هز دهاتي شي نبي هز والداتي شي نبي يعني شتي شي كمي هبي كبشي هتينكا بلا مسكين لوانيا وارداتي هي لوانية فرمان برا لوانية كسابت دكا بلان بشي مسرفيناك وقل القرآن كذا فرمي أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لوانية سفينة هي لوانية مثلا تاكسي هي لوانية إيشو كار دكا بلان كبشي مسرفيناك أو الزكاة في ددري دهاتي وي كيمبا دهاتي كما بشيناك للفقراء والمساكين والعاملين عليها أواني الزكاة كو دكا نوا خوي وقت خوي بيت المال أبو زكاة زكاتي كودا كيلو انزا او كسا محاسبه او كسي كدتي او فرمان برانيكا او زكاته كودا كنو دابشي دكن امانش بشي كان لزكات بيد دري حتى اگر دوله من ديش بن اوانه لبروي چون كاوانه ايشو كاريك دكن ك كوكر نوي زكاته او دابش كردني زكاته بن بو دكتور لسر او لسر والعاملين عليها عندك دزي خير خوازي هي لكردستان زكات ددن او دزغانه دتوانن لباري زكات يعني بابلن راتبي مانغاني موظفة كان يام بدن لباري زكاة بلي والعاملين عليها همان سنف ديان غريتا وكاتك كساني كردسن بكو كرنوي زكاة ودا باش كردني زكاة دتوانن بشي يعني بشي او كسانيك او بوئي شهر دستن بشي خواني لور بقرن اگر بخو بخشيش بيكان طبعا باشترا اگر بكورتيا ما جبا ومؤلفتي قلوبهم بلي اواني كتازم مسلمان دبن لو انا کسی که تازه دینی خوی بزیدهی، کسی کاری خوی بزیدهی، بیایید است. یعنی
چون دل دعنوی بکری به همو شوازی که یارمتی بدری للان مسلمانان دعم بکری معنویا مادیا لبو اوی که هست بو نکا که او کسی چی غریب دنی مسلمان و که او رو پنابرا و المؤلفت قلوبهم مسلم تازه مسلمان بتوانی بجی بر بسر بزی لبو اوی چون که شوینو جگای خوی بزیشتی لوانه در بدر بوا و المؤلفت قلوبهم و فر رقاب اسلام لأول لگر آزادیه که اسلام هات لبر اوی کویلایتی گرگ زور بو زور درگای کرده و لبو اوی کویل آزاد بکرین یک ل او کسانی که زکاتی پیدا چی و فی الرقاب لبو اوی او کویلانه آزاد بکرین بشکل زکات لبو او ترخانده که و فی الرقاب والغارمین او کسانی قردار دبن اینجا آیا مثلا هی زواجی کردیا هی حجی کردیا هی سفری چی مباح یا واجبی کردیا یا سنتی کردیا یا خانوی لبو خوی درست کردیا به هر شوازی قردار بوا اولی را لبو اوی قردکی بداتا و والغا بشک لبوانه دادن ری و فی سبیل الله اینجا لیر کلمه فی سبیل الله مصطلحی که لقرآن لزور بی زوری شوینه کن بمعنی جهاد و غزا بکارات یا لبروی جمهوری مفسرین و زانایان لسر اوانا که او سنف تنهام بستی پی او مجاهدانه یا که مقاتل بوینه لفناوی خواه شر یان کردیا و راتب یان نبوه باشه بلا زور خل یعنی رأی شوخش هیا اگر زوریش نبی دلیل فی سبیلی له هر شکل بر جان دیگشتی کامل گابی هر بانمونه پر دیگ درست دکی رجا و بانک تا دکی خطاب خانه یک درست دکی نخوش خانه یک درست دکی اما فی سبیلی له اما درست او بوتونه نخیر ام بوتونه بوتونه چی غلطه به معنی با دلیلی اوی که هشت سینف گوت رایه بله اگر فی سبیلی له به تنهاش گوت رایه به همو آوانه دگرتو اگر ما بس فقیر و هجار بی، اگر ما بس قردار بی، اگر ما بس مؤلفت القلوب بی، همو اوانا فی سبیلی لانا اگر ایم او معنای لی بدینا و بمعنی پیویس نبو او هش سنفانی باس کرده با. لبرای فی سبیلی لا کل قرآنی پیروز بکار دیم ما بس فی مجاهد و يعني المقاتل لإعلاء كلمة الله. إنت ما بس أو تقييدا كتو تفسيري في سبيل الله بكي بلاي تنيا مجاهد أو كسيك دست الزنك دجيبة باوران الشر ذاك أما بلقي لسر هي هل لقرآن؟ لقرآن لبروي قاتلوا في سبيل يعني الله وكلمة في سبيل الله خوي في سبيل الله يعني رجاي جيشتن بخوا بلا زيادة الرجاي جيشتن بخوا أو كات يعني شهادة بو قتال بو جهاد بو وكلمة يعني في سبيل الله مفسرين لو كاتا استا كتفسير يعني كده بو شواز تفسير يعني كده شو كأجي ما معناه شي فراوان بدينا في سبيل الله براستي يعني بشي او كسانه هيتيا نامني اگر ام مزغوت دابنين في سبيل الله بردو خستخانه حتى كنالي تلفزيوني لهندك كنالي تلفزيوني وهم يعني حزبي سياسي يعني لو انا حزبي يعني سياسي بكاري بيني او كاري خطاب خاني آييني بتاي بتر لبركردوني قرآن وأوانا همو أوانا اگر ام في سبيل الله بكاري بيني لو انا فقير كان محروم بد هر خوي فقير زور زار محروم او قرآن دفرمي وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم زوج زار فقير محروم لبروي داواناك كسي شنازاني او كسي فقيره ادي اگر بو شوازه ما في سبيل الله تفسير بكين راستا حنبلي كان رحمه اخوان اللي بيدلين حجش في سبيل الله يعني خوي كسيك فارق قد بكال ابو حج هل او كاتل بناوي قد عريج ديدريتي بلا ما وندرين هل سفري حج كذن في سبيل الله هشا للمعاصرين بدا او معناي فراوان ورقتي في سبيل الله برام أمل مصلحتي فقير وهجار وتين كان تبنيه إذا يك تين من ما هو ابن السبيل أو كسيح سفر دكا يعني لسفر بهاري لبرايا بالا شو يمي خوشي دولة من بي يار متي تدري تا سفر كي تواب دكا يعني تلبو أو سفر دتيت أما أو هج بشان أنا فريضة من الله بلي دكتور أو مقدار ما بحث كرجي چند با بلي خوي هر زور ایک مقداری چیه استا اگر باسی زیر بکین زیر و زیو که ربع العشری پیدا لینا ما دلین لسل یک لستا دونیو اینجا پارا به همون زور کانی لسر زیر و زیو حسابا لستا دونیو پارا که استا اگر دفتر که دو رقونیو اگر میلیون دینار بیست و پینس هزار دکا لسل هزار دینار دکا اینجا چندی بروه بلان بابتی تر معنی ما مثلا دغدو دان معنی دانویل معنی عمل دییک حيوانات مثلا امام روب الزن معناها طبعا هو تفاصيل زورت اذا تتسلي لينا كجيش تتسلي يكا اذا تا ستو بيستي هل يكا جيش ستو بيستو يشي دو او زاو تفاصيل كذا بابتا كان دكتور زميل هم مقداري خوي بل عند راهو بل يعني بابتي خشلي جن يكا كلو بابتا نيز دور زار بسياري لبارو دكري جنيك لما لا زيري هي
زكاتي لي الدكوي وتندا اقل بلي بخوي او ايتي كبي ما انت فرمي والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يعني هرشه شي زور تندا لبو او كساني كزير وزي وبارا ثروه وسامان دادا كان دايدنين لا بيناوي خسر فينا كان يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ك دكريتا آسنو پیداخ دکرین اما سزایش زور پرسل بو کسی زکات ندر اینجا مسئله خشری آفرتان که خوی پی درازین ولی بروی آفرت خوی تعالی که درستی که یا طبیعتی آفرت و حزیل زیره حزیل زیر و زیوه یعنی خوی تعالی اوی حلال کردی لبو آفرت لبو پیوانی حرام کردی لبروی جمهوری زانایان لسر او رأیین یا که زکات لبو زکات لزیر و زی خشی آفرتان نکوی. هر تن زور بی. هر تن زور بی. حتی زابری کوی عبدالله. برای زابری کوی عبدالله دفترمی و این کانه بلوغ 1000 میثقال. اگر بگات 100 میثقال. باز استام روم کرد نمیگد دین دسرام. آوا به تایبتی مذهبی امام شافعی و امام احمد امام مالک و لصحابان. حضرتي عائشة ابن عمر رضي إخوان النبي أنهم يندرين زكاة تيدانية. بلام حنفية كان رحمة إخوان النبي خدش تريج زناي تريج إلى جرا كدرين أجر لبيس مسقال زياتربو واجبها زكاة تيبدات. إجر أجر أو جنب جوني البركة جي فرق جدايش أجر بو كارك ما بدك بروجي كده يعني طبعا فرق ناك أجر ما بس أجر أزري بكرم أجر هاد لبو أو بيك خوي بدولة من بكا أو زكاة دي بك. برام خشله لسه شوازي لسه شوازي لبركدنا إذا زنان دلين أجر إسرافي تدانك شو كحنا في كان رحمة إخوان اللي بي دليل ينسي كدرين زكاة واجبة لزير دفرمون عفرتك ديت خدمة في غمر صلى الله عليه وسلم كتير شيء لجر دايا وفي يد ابنتها مسكتاني غليظتاني دو بعض نيزور استوري لدز دابو في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي أتو زكاة أو زير دا فرمي نخي فرمی پیت خوش روزی خیامت ببند دو بعض نی آگر لدستت. او دلیلی اوه که زکات لزر نزیری آفرتانش دکهی. بله من جمهور چون ولامی دادن. و دفترمون لبیدات اسلام حرام بود لبو آفرت زیر بکار بینن. او لو کاتبو دوای نسخ بود که حلال کرده لبو آفرت زیر که وقت زکاتشی تدانی. یه اند فرمون لبروی غلیظتان یعنی استور چون که اگر استور بی لمعنای جوانی دردش. هر کاتیک لام معنای جوانی درس و پیدرین اسراف. باشه. اینجا شافعی کان رحمتی خوانی بیدرین. اگر اسرافی که باشه وازه، او کاتل میذکات. دکتر ببوده. یعنی از وصفیم بکم که به هیچ آوای بوجنان یعنی که زیر هبن زکات سروی نکه با. زکاتی لسانیه. ایلا اگر لپارسه کان اسرافی کدی بی. مثلاً. گر زیر دنایی کردی. زنایم شون مثالی درین اگر خرخارک. دوسات مسقال. إنها أو قايش إنها بنمي جنانة يعني أو قايش. خلفان دوسات مسقال يعني هذا لجوان يكيد دبعت داري للشيوي جواني دبعت داري. أجر عادتي بيل بارس كان للشيوي جواني بيشون كخوي لبو أفراد. دكتور ببورا بويا عادتي براسي. زير بمطلقة حلالة. حتى أجر زلو برجة كي زير بكاتن قايش زير بكاتن حلالة كحلالة لا زكاة في الحلي المباح. الزكاة واجب النية للزير كمباح بحلال بيل بركدني. برام بوكو جوتمان. حنفية كان عندك زناي دكتور زميل دريم واجب أزواجك كسي لبوا أوي دري بلد. يعني مطمئن بيدت واني زكاتي أوي بسيارة كانت كش ما بكين بكرتي غير ولا ما بديوا زكاتي بش بشتي شركات أسهم مساندات زكاتي تداها يا شكل كردستان أما ملاي هدي هدي باوا بلى بخوي أما زكاتي زكاة معناها بيدا قوتي عروض التجارة كلو كلي بازرقاني خوي سهمش بشكل شريكيك سندها كس بجدارن شريكيك آوانا پیاده گوتر شریک همیان ها باشند مساهمین. آو پشکانه قیمتی هست سالانه از آیا خوی اتفاقی هنگ کدی شریک که زکات داده وکیل وکالت یان خوی اند بی زکاتی دی بدن زکات کشی وکو کلوپلی بازرگانی لستا دونی ول لتسیلیک فرق نه تنها اگر شریک که مصانع بی مثلا معمله مثلا مکائنا مثلاً لوانية شركي فروكوانية فروكانية لوانية مثلاً ترامة سيارة كهربائية طبعاً أول لك كلوبة لك الزكاة ناكي لفائدة كيدا كيدا يسوي سيارة أوبك مواني كومبانية يعني هي أي التواوي ملككة زكاة ددن يعني لبرهمكي
وی لبر هم کی زکات دکویت اوش یک لحه حکمت کان آیا دائما اسلام لگر آیا پاره و ثروت و سامان به ایش بخره چون که او کسی معملک دادنی لوانیا به هزارها کس استفاده ل معملکی دک ایش دک تجارت دک کوانت اسلام لگر آیا دایا اگر او پاره بکار هات خرایش زکاتی لسانی او کسی جمهوری زنایانه که او معملانا او مکائنانا هیچی زکاتی لسانیه ای فندقی هی خانی کری هی سعری تاکسی هی هی مثلا معملش بچوک یعنی جوری هی بس بو تجارت اما این زکاتیش لسانیه دبرو بو مکی زکات ده دبرو بو مکی هی معاصره کان خوی یک دوانا دکتر یوسف القرضاوی ولا قدیم کانش هبو کن ابن عقیلی حنبلی دفرمون و آت و حقه یوم حصادی خوی آت که درباری دغدغ رودانه ولی هر کاتی کاتو دی دوریه و زکاتی داده دی. دلیل آواش کریه که من گنا تو زکاتی دی بده. نک انتظار بکی چون که دوره من دیگه ور جوره زخم. طبعا او پاره ای که کد کاتو سیولای نابی پاره نابی. یکسر لونه بینای چی دیگه پیدا که فندقی چیتر مصنعی چیتر لونه لبوا اوی که اویش بچدار بیه زکات دان. برام ما قصی هندی چی کمال زنای. جمهور لسر آوانا لبروی چون که او کس پاره خوی بکاری نه لخدمتی مجتمع او کمالگا کنال بروبو مکی اگر ما صاری بسر بسورا و زکاتی لید بکرتی اوی که قرضی لسر خلکا که برای جمعره چی زور پاره هی بلام لای خوی نیه قرض زکاتی لیده دا اوی قرض دو زوری هی قرض یک من هی کسا که دولمند اوی قرضی توی داده و دان با قرض کشد دادنی و هر کاتی که آماده قرض کد بداته و او سالانه تو زکاتی لیده دی بلام قرض هی یان که برای نبوده پیدرن معصیر یان مماطیده نایده تو یان این کار دکه یان افلاسی کردیم آو زنان پیدرن المال الضمار بتهایتی حنفی کان و مالیش کان رحمتی خواهند بی یعنی مالشی ضعیفه چون که زکات وی الملک تام بتوانی ملکی تو بی بتوانی تصرفی تداب کی معاملی پیو بکی استاو کم مثلا او پاری که فرمان بر لای. اما استیپسیاری وام کم پاشه کوت. زکاتی لی داد ری. نه زوره تقریبا نوا. بله. زاو سر رأی من هی. رأی کم حنفی کان رحمتی خواهند بی مذهبی قدیم. بکرتی دکتر. در مذهبی امام شافعی. بله. بحث از صرف ترجمه. آره ولی بکرتی. بله. بحثی دکیم. حنفی کان در مذهبی قدیمی امام شافعیش اول زکاتی تدانیه. بله. حتی وری دگریت او کوری گرت او کنجی ساری تواکت از زکاتی لی داد. باشه. شافعی کان در مذهبی جديد وحنبل يكان معتمد لكن حنبل يكان درين هم سعر زكاتي ده اگر هاتوا اگر نشاتوا بزكاتوا روش رأي وسط إمام مالك وهندي شي تريج درين كوري قرتوا تنها زكاتي سعر شي ده اگر ده سعر وزيات ريج بباستا دكتور ببورا بلان بين صرف تريج جبركو برسين نوچهان ما ببورن بينرين ما لفيسبوك جي برسي خوب طيبة باريا سوشيال ميديا ددن ما صرف ترا بلام بدوتا ورند است ببین چیا چهوت داین کنگید و بداین. هیو سلام یک شوان کسانه دبی جبری هفته ای که من سرفتره دایه کادرست قبول یان نه. بخوی زک سرفتره لگر شوی زرجن واجب دبی. او کسی در رمضان دقت شوی زرجن لسری واجب دبی. پیغمبر علیه السلام دفرمی طهرت للصائم و طعمت للمساكين. یعنی هم او کسی روزگر پاکو خواهیم دبیت و با سرفتریا اگر لروج که توشی شتیک بودی بلا گناه حتوان هم خواردنی که لب فقیر و هجار کن که پیشوازی لذجن دکن اینجا لبروی سبب که رمضان و زجنا زنایان دفرمون هلا اولی رمضان را درست بیدی تا صحابه کن دفرمون یک لصحابه کن اما دو روز یعنی روزی که دو روز پیش زجن دمانده سرفتر مانده ده بس وعده بلا پیش نجی سنت لپش نجی زجن بدري يعني تأخير نكري لپاش نجی زجن لروجي زجن وعذب تأخير تر نكري سد دري دكتور تأخير كلا حرامه سد دري مقدار كي بخوي زنايان پیغمبر عليه الصلاة والسلام وي باسي كرد يا خواردن باسي كرد يا اگر جن ما اگر جويا اگر قصبة اگر ميوجا لبروي او كات بري پارش درست او كات زياتر خرك او خواردنانه هبو و پيوستي به خواردنانه بو اينجا خوي ساع لا مذهبي ما نحن في نيو ساعة أجر جنما نيو ساعة دكا بمذهبي وعندك 1,800 غرام استدو كيلو جنم تقدير كلا أنزمني على فتوى 2,500 دينار قيمة
درسته بدري للايان حنفيه كانوا زول لزانانيش استا او سودو كلشي زياتره لبو فقير و هجاره كان باشا بلان اگر شوينو زيگاه اگوين زياتر پيوستيان بخواردن بو يعني چون برين گراني بو او كاتا و باشا خواردن يان پي بدري بلان استا حركة باشتره باشا دكري اما زكاة و سر فترة بدين خلقاني كآين يان زياوازا مسلماني بخوي ديسان او حديثك ما باسمان كي تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم او على فقرائهم زانايان جمهور زانايان لسال اوان الزكاة تايبت مندي خوي هي سر فترش بهمان شواز يك لتايبت مندي كاني اوية تنها لسر مسلمانان واجبة ويك لتايبت مندي كانيش اوية لوان ورد جيري وتوزيع سروان داكري بلا او معناي اوانية كتساكا لقر غير مسلمان ناكري غير مسلمانيش ساكي لقل دكري ساكي لقل دكري وبر خيري دي كي بيدكري لسر اواتوش بخود لتفسيرك بداية وتت لخلق يمن ورب جيري وبدري تو خلق يمن هل بد خلق يمن هميا مسلمان نبون خلق كوال لفرمودك تدك لبرانبر دا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين زكاة إش رحمة أو فلسفة نيتو باسد كرد أم رحمة ببي أم آيات بي دبي لبوها معالم بي بمسلمان وبا بس خوي حديثك كأين ينزي أولي حديثك ساكن أم تايبت كردنا بلغي يشيرون وصريحينيا بلي خوي أمن حديثك أم همين أخوين دا وكا معاذي كوري زبال دا تتايا من بعيدة فرمي أولا دعوان لبكا شهادة بين النواج بكن زكاة بدن معنى بوين مسلمان أو زب أخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة بمعنى هرب مسلمان كان خبر يان داتي خطاب لقر مسلمانان لبروي أو زكاة الصدقة جمهور زانان لقر أولا تنها دريد بمسلمان بلا لما زب إمام حنفي سر فترة دكري بدريتا أهلي ذمة أواني لنيو مسلمانان دجين زفر لحنفي كان دي سنت سنزانه جيتر دفر من زكاة تدري بدريت أهلي ذمة بل أم تامس لبروي أو خصوصية جمهور لسر أوانا إما آياتي ترمان إلا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلى إمساك لقد غير مسلمان يجب كما دا محارب نبي بلي دكتور محمد خوشناود بيجك كسك أجر بروجي نبا زكاة ليد كافيت يانا مروشه زکات بده تا کسی که بروجی نبا زکات خوب بده کسی که بروجی نبا لی هست کسی مسلمان لی بس بروجی بله مادام مسلمان زکاتی پیدا چی بله مادام مسلمان زکاتی پیدا چی تنها زنایان عند اگدلین اگر او کسی که لأول هیس نویجی نکردی او لحقه دلین تارک الصلاة تارک الصلاة هل لأولی نویجی نکرده بی او دلین لبروی سفیها يعني فاسقة إيماني شي فيها شافعي كان دارين زكاة نابريتي بلام أقر نواجي كرد بو دواتر ترشي كرد حجري شي لسردان عند رابو ديسان زكاة بيدا دري كواتا مادا مسلمان زكاة بيدا تشي زوز فاس وطا دكتور بيقو من برسي مجالة كابون از باورم برسي تماشوانا جيوه دوه در باره دا هبالي دروجين دهاتي دا بيقو من امي هاول بدن زيدة تر لسر بي مجاري راوسن و مجاري اندن جي دكتور جميل دو بخير بي سباس بوتا دكتور جميل سورچي دستان خوش بوتان يكو لقلتان بردام دبين